جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أذن المؤذن فهل للتاجر أن يبقى في متجره حتى يسمع الإقامة ثم ينصرف إلى المسجد، أم تنصحونه بالانصراف من حين الأذان؟ جزاكم الله خيرا. ننصحه بالانصراف من حين الأذان ولا يبقى في متجره إلى إقامة الصلاة إلى الإقامة، لأن هذا مدعاة للتأخر، وربما تفوته الصلاة، وربما يجره ذلك ولو على المدى البعيد إلى التأخر عن صلاة الجماعة. وأيضا يقتدي به الناس إذا رأوه جالسا بعد الأذان في متجره، هذا فيه مفاسد كثيرة. فالواجب عليه إذا أذن المؤذن أن يبادر إلى الصلاة وأن يذهب إلى المسجد. وفي تبكيره إلى المسجد وجلوسه في المسجد أجور كثيرة، أحسن وأفود وأعظم مما يحصل عليه من تجارة الدنيا، لأن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة. فإذا كان إنما يجلس في متجره من أجل طمع الدنيا، فإن الله سيعوضه من خير الدنيا والآخرة أكثر مما يتأمل. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان السلف الصالح يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا المؤذن وفي يد أحدهم الميزان خفضه وأقبل على الصلاة. هكذا كان السلف الصالح لعلمهم بثواب الله سبحانه وتعالى وعلمهم بما يريده الله سبحانه وتعالى منهم. فالواجب إغلاق المحل والمتجر والإقبال على الصلاة من حين يؤذن المؤذن. ويجب على رجال الحسبة أيضا أن يلزموا الناس بذلك، ولا يتركوا أحدا يجلس في متجره أو في مكتبه أو في أعماله بعد الأذان. نعم.